بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحين أبلن سنين كلمة دي أهيد زجر الغوات من الكذب والافتراء على الهدات إن لغا ريبو أما لغا عاب يقوليها لنسان كبين أبورت كدتك توسن كلمة داس إن شاء الله تعالى عاوة يهبين دنبي نقون دون تهدي ربكي إدمه ونسكو دايين هذا الكسوكو كوبو ون سوء روريه كلمه اوجيدديدو waxa weeye in wax laga tilmaamo ee dhibaatada fikriga diineed ee bariga afrika ka jirta qayb ka mid ah ee bariga afrika soomaaliya iyo ethiopia eritrea djibouti iyo wadankan aan joognaba umada ku nool ee soomaaliyeed gaar ahaan umada muslimka marka laga soo tago gaar ahaan umada soomaaliyeed خلاف دينيت او دب بدن يسمان داف با كجرا خلاف كا اساغا اه قيب تا ان لي هاي ويغو دب بدن تا يهدا ويغو دب بدن تا يهدا ايان ربا ان شاء الله تعالى انان وحكا تلمامو قيب تاسي وقيب هدا كور دور قران كهالي لكن ما دام بريه دم بدور كسنة ودم بيسي قوليه جفاد اللو يقاني هذا الكلام جو بطنا وحاجو بالدور كبحي ويراها كبري نمن كيلو نجر غلاد إنك ستون دور جرق العي مركا إنه مر إني إيش يا جماعة هيد إشكاليات في تكفير المجتمعات قل يهاس وقل يا من سن دون ذا مسلم كواح كنا ردمبا إني جاليهين أيجمويه اسلام کا ایجا لغو سوگلا ایجا لگا کبها نیک ایجا کسو بیرا و مسلم نیک کبحانا و کافر مرتدا قلیها اتقانان جماعت تکفیر این نگاه دین و سومالی نهای کوه دین ادبتها دو حاوی کوه دم حمود نور عثمان وارد وید نه و حاکت دبتو کو بیرای قلیه اصادعون بالحق لورنچری حق عربها قولي مصر جوغا اي قولي خليج كو بدن ابو مريم الكويت هو هغاميو اي ايغونا ديب لحاد لكو هيا قولي هاس وحان ربي ان ان تلمامو اخطاء وقيبه كميدا كما ودا غارو اخطاء وقيبه كميدا ان تلمامو او اساسي اه بين ابورت اني شخصيا ايغو سمينا ان اسكدو مراحلنا سو مرتي وانا ايغي اني دحمرت قيبه كميدنا أن حكت هذا إذا نسيه صدح ذا واحد إن شاء الله تعالى يكسب سنان دونته مقدمات أساسية أن كهر مره ما دام خلاف فكري أو تاجي هاي خلاف كأسرع أن ماشي لون نقول لها وحير أن ندل استل تاجنا إن شاء الله تعالى مسألة أساسية جرتوا من أصول الدين إيمان كنون وسنا صحين إلا أنتي نك مسلم إلا جوا يانا وسنا مسلم نقولين تاسي وحوي خلاف والبا وديني اه وان لولا الله بتو كتاب قال لي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نيكي اسلام شيكته مسلم شيكته حقنا ان لبدا مرجع هي فروع ضدنا ولا بنين مسلم نقنكر مسلم نقنكر مركا ايضا اساسيات كا ايضا قضب كا اساسي كا انو دور شيكات المام وحين لنا مركب كوبات أمضى إلى إسخلاف تآدمها وطبيعة بشرية وطبيعة بشرية لكن خلاف كاس وحوبة هي أجاس هي مامل هي توسين هي تدبير بوباية مركب للدور هي مركب إن خلاف والبشيء حق على جعر وجنتي سل صوت ثابت وماش أص أحسن لوها بسده شنت اللابو أي أساسية شنت اللابو إن النقاد نو أي أساسية تلابد كوبات الدوامدة خلاف كقول لجذا وإن له لوب بن آدم يبشر يضد إسخلافه وإن رعاه اسمان داف فكري آه وحدونه هالنقد الدين تلو كله خلاف كهذور رعاه مثلاً أسكو قبلنا إنه وحرام بنك أنو كوده أنو حتره وحلال مدحوله واجب مدحوله ما هو السنة مدحوله وعلن تهاي ويبنان تهاي إذن خلاف كهذيل له لو تلابد حكتوا محي مران كان ناس يسمعن داف كان نوائنا كتاب كإلهي يسون هذا النبي قال الله عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تلابد الصدحات حين نقط خلاف إن له لتيكوبات خلاف إن له علي إلهي كتاب كيسي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تلابد الصدحاتنا واستخراج النص فيما تنازعنا فيه وإن كتابك إلهي يسنة لقصو صارو نسك كهاللي تصي مثلا اسكوها إنه كان سحن مثلا اسكوها إنه اسكو من رافعنا وهردمينا بيشو ما أحلق بيهلو اسكو دولي جريني هبل بهبل كلا ريساني هبل بهبل تابصده بيشو برون ما يالو مرادان الاسبرومين إن وإن وحن اسكوها إنه نسك يدليلك إنا كلا ساري لها فرق دليل با كلا ساري أنه كلا صبحنو كتابك إلهي يسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تلاوة أفراد وإن نسك يدليل من الكتاب والسنة أن أفهمه سيد أي صحابته يا أردوه أفهمه النبي عليه الصلاة والسلام يا كتاب كان يا سنة بليم أرضي حرب لها كقاد علم وكأف لحظي أرضي سيد أي أفهم النس كان يدليل كان وإن أن أفهمه هديك له نول بوحو دونو الصمين دين تبال لدلم بدلي ومد بال للرغي نول بوحو دونو الصمين ايه طريقة تلاوة الشناد قدام بيسواء معي أن نطبق النص على النازل كما طبقوه وإن هوشا أن اسكوها إن النص كأن الله صبحانه أن أفهن سيد الصحابة أفهمين أن كطبقنو واقعادا يدبكا تاقا سيد الصحابة أو طبقي هدو لخصيص أيو هدي لعميم أيو هدي لقيد أيو هدي نسك دبر كيس الله فر أيو هدي كوح قونا لغو تجين أيو وإن سيدا يطبقين لو طبق سيدا شنطة طلاب هدي نقادنو وحان إسلاي هاي مشكلة والبو فكرة أما خلاف والبو الدين أو يمادو حل بينه هاي أنك قاري الله هاي خلاف كي أنسكو هينو نحددنو تلابدا كحكتو أه إن خلاف كأنه يعلن كتاب كأيوه سنة عليه الصلاة والسلام تلابد صدح هذا وآئنا نراد النص كي كهل هاي وحين أسكوها إنه تلابد أفراد نص كوين إنه أفها إنه سيد أفهمين صحابة عليه رضوان الله تعالى عليهم تلابد شهادة معين نقط إن أنا أضبق النص كاس سيد يوضبقين شنطة تلابد وتلابد أساسية مقدمة أو مقدمة الكوبات مقدمة اللابات من أصول الدين وحاكمه وأصول الإيمان وجوب الرد إلى الكتاب والسنة فيما تنازع الناس فيه تدكو وحي سكما عن رافان وواجب وأسل دينات إن أول نقضان كتاب كلاهي السنة علمات هذا نقول بضم بامش يقول قرآن هذا كما قالوا إن الصوك كوبان ربع علمات المسلمين قديما وحديثا صحابة النبي إلى يومنا هذا لابا اسكو خلاف سن ما يجرتو وحي خلاف يمادي الدينات إن لولا لابتو كتاب كأي سنة إله سنة رسولك عليه الصلاة والسلام بل خلاف كالدنيا وقال لفتركوس وحواجبة إن شرع على الله لابد معايا لشرع على قيبنا ويف الصحراء قيبنا ويديد خلاف والبوي ما أما الدين هكو صاب سنة أما الدنيا هكو صاب سنة وإن الله لابد كتاب كإله هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكن ما دام خلاف كان كهل خلاف فكرة ويدين ساسا مركا تخصيص كسول لابد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول محل دبر دقي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا علي قيام الرميسين وحي خلاف يمادة وعلي سنة يا كتابك وحي السلف كسكو وافقين نبي هدو نول يهي أصغى الله لابن هدو قيريود عليه الصلاة والسلام وصد هذا جرتاء سنة سال الله لابن يا حديث صحيح نبي كسوغن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيضا إلى شن قضب كجرت العلوس ومد والبؤو تلمام إن إنك أن شرع هذا إيا كتابك إيا سنة أن ككلا بحن حكمنا أن كدقا أن أسنا أن كتحاكمين إنه سن مسلم أهي إيمان أوصل لهي نفيونا ونفي أصل الإيمان على مذهب السلف الصالح وما اختلفتم فيه من شيء
فحكمه إلى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مقدمة أمرك وأساسي، فإن تنازعتم في شيء وحوذادوهن الدهان ونكروا في سياق الشرط في شيء، هذا اسكو وحون اسكو خلافتان اسكو ماندافتان وحا وحو دوني هالنقض، فردوه إلى الله والرسول، إلهي الرسول كسوء عليا هداد مؤمنين تهي لكلا قادم ما يشيغا أساقا أما عقائدها كساب سنادو أما فقياتها كساب سنادو مسألة سياسية خصوية أرن الدنيا خصوية وحوال بوا إدين كإلهي لو علي. الإمام ابن القيم سوى حيدا هذا آيات داس إي آيات دي كهر ريسي ونص عد أو قاطع أو تصي نين والبو خلاف كستو يما دعان إلهي أولن نقني الرسول كيزة إنه صن مسلم أهاي هدو دون تهب الشيكتو إنه مؤمن يا ألو خير يهي ودين تيسو أي توسن تهب الشيكتو. وحولي هذا الكيزة قيمها بدن أقسم سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكم رسوله في كل ما شجر بينه من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك إذ حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا وتسليم عدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض وعدم الامتحان، وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. هذا الكائنات فانتين من ملايني مركة وحولية مركة أدهوس أدكته أياد أغاني سادتك إلهي الرسول كسيني كحكم دكتار وحلبا يقدحو ذا كيمات كدبنا أي صنديقات إيا درين منا أقادم بل أي قلب السمي إيماني رها لأشكو أقبل الحكم كإلهي مركز الأغان دون تابر ضدك بضن كود إسلام كشيكتا آيات دينا يكون رقمين إنكالي وحنا وقال لي هاي أرو الرضا إيا طريقوين كإيو حرها وذادها التبتاقا ما لنك قيام وذاد بدبادين ماي نين والبأسوق وحي إلهي أكو عابودي يو آخر اللتقايا وذات كأدبتها جنتها إسكه به إنه السحن يهي إنكله إسكه به وحكوه جامن أيه مطريق السحنا با مساء والدجودر بكو قاضي متوبي عضب كص عضائيه لا مجعد مسلوق لوق أيه كوه رجنية ومشكله إن هذا لباتن صنو صدون صنو أدوذات دبتها جناتو أدون جرنا إن واحد كود دبتها جنتها أد قول يا الله دغالنتو ادون كو عدين واحد كولا دغالبي اد قول يا تاغيرتو ادون غرايني واحد كو تاغاريس شي والبا وا ان لولو نوقدو اصل كي دينيد الله سبحانه وتعالى نو سدجي. نبي عليه الصلاه والسلام حديث كعانك تقاني عرباد مساريه و انو شيغو امدو ان اس خلاف دونتو لكن بدبادي حرس فركيد و شيغاي فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا محادبيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. اسمضى يحر سما تبوح وحاو يمرقوا خلاف يماده إن لو الله بتوددي صوبناه عليه الصلاة والسلام وددي أرددي لو فهم كتابك إلهي سيدا يجو أفهمه. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحوله هذا القيمة بضن أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. مسلمين توحي إجماعين نين كي سنة النبي محمد وعداته إن يسن أبنانين إن حديث كي سنة أكبيره أو أقرمره أما أو خلافه لقول أحد من الناس ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فردا فردا بين كاظلين هذه سنة النبي محمد كوعداته لما أقول إن أبا بكر باسيدي عمر باسيدي صحابي كان يدي الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يا وحالوش يا جاي قل يا أصحاب الرأي أيا وحي وريان بل أحاديث الروايات يا آثار أثر بيكوريان عن عمر في مسألة معينة مركزي هذا نوح كوري إبراهيم النخعي مسألة قرد لقيدة صغو عمر خلاف سن مالك وحيولي مسألة ذا إكهالين يا أثر كي عمر كوريان أتضمك صحيح با هابا لي إبراهيم النخعينه أثر كوريان خلاف سن مسألة ذا واقع صحيح كي قاتل
إبراهيم النخعي بقاتم لابد أن يستتابوا وإن إله أطوبت كين ليداده لابد من الاستتابة استتابة كنت قانين روح الدنب وين كردعا أما قال لما كردعا إن ليداده طوبتك كور مركة هدو إمام مالك تاقي هاي مخالفة مذهب الصحابة لرأي بعض التابعين وحكينا يا استتابة كور ننك السنة إلهي كتابك خلافة لرأي وذا ثكرضوا بوع بوع أو حصار وكلا سيدنا لا تهوش أيضا مالك محوديه لها جوز تاو مرديهن وحرم من أهل الدلو ديه لا وان مالي وهذه قياس قيها تلك سوبة جرسية باش الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه مالين بوح اللقو جيدي شافعي وحديث كهبل هبل ليدا هذو هبل وريو ما كنت رقم يسوه مقاضا نيسا شافعي وشلي كان نقطي بوح حنق شلي كان نقطي وحول ما أنهم كان يسكسوا بحبا دي أراكتين ما أنهم عطب قبا دي أراكتين ما أنه زنار يبايل يغيار قبا دي أراكتين ما أنه درك يهود يكسر كريستان قبا دي أراكتين ما حدكو كنتين حديث نبي يكسوا عن شافعي وما قرق ميزا سؤاشة سيدي ويديسي ما إنهم قال هذا مودي إسام سو مسلمي أنو إمامكو حال إسام ما أنه من رال له ازدج حديثك هو أصحيح ما قرق ميزا بانكوني يعني علماء المسلمين تمشي كتا قنتاي نين بايل قبا أما زنار قبا أما كان يستكسوا بحب مع التبيئة ومبا حديث نبي محمد وصوان قرم مرا أما قرصة إمامك هل قاسي كتا قنتاي الإمام أحمد إسحاق بن راهوين وحورن جري حديث سوغان نينكي قرم مرا أما إنكر الضفيرة فليس بمسلم فهو كافر ساسو أسوها الكاسو بقارسي المهم ابن القيم وحولي فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه قلب غفيو بد قبا أصغي حق إنو قاطو أقبل أمر حيو حنكاه إنو الدريم وفهم حق وفرصاد وذا ثبل محكيري ملسو مريي شيخو ملسو مري وذاتك ما قلب غفيو مسلم كوحلو يقانا شيء حق أمرك الله شيء إنو أن دريم كلي فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له والروح قلب جيسو لما يسترين هاي هوغان كيسو انو هوغان سمر دمهستران يحي درين كيسو حق دريم يو دمهستران يحي اقبلد وا اقبلين و دمهستران يحي مخو كهدلي والقلب الميت القاسي قلبي غدنتي بختي انغينا لا يقبله ولا ينقاد له من اقبل يا حق انو هوغان سمي ماي قلبي صدحات باجره والقلب المريض ان غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي قلبي حنون سن هدو حنونك كسيد عليه أو البكتيريا والفيروس كوبية كيانان حقيقة كوبية رأيها قلبي قد أجا حابه كوبية رأيها وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم هذه حقوق إلهي بدبادي والداوية بعض الله سيان حقيقة هذا قلبي هوري في يوم كوبية قلبي قاسية قلبي سليم وصحيحة يا قلبي مريضة قليها مرض كقبة انت من المنافقين أهل بدعي وبدين قلب القاسي كان قالي يفجر وبدين قلبي السليم كان مسلم كصحيح وناقسم وبدين الإمام الشافعي في كتاب باب السيد أمك وحجري مثلا وكه الله يحديث بك أن حول كل شيء خالف أمر رسول الله سقط هذه القاعدة قاعدة عبد الله الشافعي كل شيء خالف أمر رسول الله سقط وحول بو خلاف أمر كالنبي محمد دولك لقص وقادم دولك يالا دعدو يالا ولا يكون معه رأي ولا قياس لما وقلوا سنة النبي محمد يأمر كيسو إن لقرب لقوه تلئيو وحي إلى التهاي فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به نبي محمد باسد يجري يهب الباسد يجري ومد اللغب بابائي وذكتين سيدنا ابن عباس يا مالي مسلكها الله حديث بن نبي محمد بحجيستي مركا سيد أبو بكر باكن يجري وعمر باكن يجري حلو حنكبقها هيا إن عرك رحل إن كصداديه ولد عذابه وسيد أقوامته اللورق اللي يدين رقب أقول لكم قال رسول الله وتقوم اللي قال أبو بكر وعمر وحنكب قيابه الإله إنه رح يدنك عذابه حجارة من السماء اللي دنكوش يدالوك اللي نلقوي رسول كبا يريبان إذن الله كد من حد إيه كيريسان دقيد المسلمين تالي أريق السيهب لما حدك ليه دهي أريق ميات كفي عن تهي أدوك حقيتك كانت الدين كان اللي أردين سيمن عباس ولي أرباط هاي الدون كإن اللي دنلقوي يانك يابا يابو هاو شامبرك السلف كميلا ذاك بيكي استاغين آده الله اسكاك إلالي انتا سمركة وأساسيات هذا الدير يا أقوال بدن ينصوص بدن با جرته
وانا مساله اساسيه ايمان كذا يوحى اسكو خران يهوغان سقد اوغان سق امرك الهي يا امرك رسولك عليه الصلاه والسلام مركه وارس كسوغا مقدمه لبعض وانا مساله مهم علماء اقواشيدو ايدا وخ دليل لو ريدياي اذا لم دليشدو اقوال العلماء لا يستدل بها وانما يستدل لها من الدلائل الشرعيه قاعده اساسيه عند اهل العلم وذاتك يا شيخ يا فقيه يا امام كوركيزو دليل ما حجانا ما دليلك مركو كو عداد اي مسالدو اي كلاميرنت اي بنانكا اي سدغتو اي وادها لو خوجيستا وحان وان قبو لا سعد هبل با الى قبا ليداه وا تاغيره وي خوغو تا كولا با وادها وركودا لا دغتا لكن مسالدو ويناي كو عداتو بكتاب الله وبسنتي رسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع سلف الأمة أو قياس على المنصوص مرك أقوال العلماء هذا ظاهر حم باجرته من بعض نقاش يسال حكولة ابن تيمية قبا من بعض نقاش حكولة ابن قيم بايدي إلهي بايكو قرن ماي رسول كبايدي ملها ومطبا كو إجماع ذي ملها قياس ظاهر جرؤ جلي على المنصوص كملها يعني مدرك أما ما أخذ دين وشرع أكون الشيء. واجي الصحابة والدعوة السلفية كل عصبة جيز كأفريكا وحيابي الجبة بيقبورين يقوليها البدعة محيا هاي. قال الله تعالى وقال رسوله وذات بعد ككعبة ديجتين. باش هذا يصير لو سيدالها لو تير ديجها وحي مريسة. مثل جافيجا وحو أنت بدنا كنا في بحاء إطلاقات ابن تيمية القاس كل دقية أما إطلاقات نقي. مثل غالقة أنا وحكودة أنت بدن أي مدعوة نجدية يجري إن يرى ولص أردون شغل كله أنت كله ولا جر لجربي إذا وحامش كصوب حي قولي استخلاف سن أو وداد أو نو والبوادات كله وركي ككلكور جيني كتاب القرآن كه مش وقتها جي سنة مش وقتها كتي إجماعات لجات نقاق فهم دين أو صحن لجبت لجبت تكبر مركه أضويا لجا ولد بدن هاو شو هادو حمر يسيان لقاد وبن ما كاد وح جورنيس صد ولا فيل جلي كدي من وحاتر هسيد قليه أشاعر ذا ما حكان ليدها خط بانقايا كلف هدي كلف وكاس هاو شو يدك بيز زوجار بلو بلا يدي لو وذات بمسألة سوق بان حكان ليدي سوماليا من هاج كأفرت ربع شرح شروح يرك يسارن غمراو كم بديها إلى محوها ايشاغا محلقي ايو نهايه تحفيه انتا وحي لقوه اي مدبا رسالة كلام بحركة سوهلاي وصوديك كلف بوليوات حقي هذا كان وذاتك حقيقة يميت آيات شاكتي حديث كيشاكي اجماعي قيا ديل هولو طالما خط بانكو ايا بكولي خط كلف الدادو مانا قد قميش مركب باشي سيسعو تيقوليه وهابيدها اما سلفيد الشاكري اما اسلاميين تبين قصته مصطلح اسويا مصطلح فيه النظر هذا وحين مريان ديبو قرش بدا الاسلام غريب وسيعد غريبا بعد الله سعدا هل كاسي باش تاغنتا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مثلا محكيري وذات كاد للقويين برا وليس لاحد ان يحتج بقول احد في مسائل النزاع وما بنان احد مسلمه انه وذات وركي دليل شدو مثلا الاسكوهاي وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية وحيل وحا حجاء لولابا نص يدليل باللولابا أما دليل لغسو رمب الشيء كتاب كي يسون ندا دليل كاسو لغسو يدبديسي مقدمات كيسة لغسو يأدلة الشرعية ما كان وحاوي قياس كحوبا يأدلة شرعية يسكت إجماع حوبا يأدلة الشرعية يسكت لا بأقوال بعض العلماء مقدمات كاسي دليل كتسوغي سكومسو كرتو ذهبل باسوغي فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية أقواش علماء أيضا وحلور هذه الدليل توسية أيضا حقوق أباهن وحدية إن يصحن طي إنكالي أصغى أباهن وذات كوركيس إن لا يسكهو بيو ولا يسكهو بالصدو ايه وذات وركي انت لا سوق دليل لغا مهر كينو ايات بطوق موحدي واسدا ايات دوالكاسي كجرتا دلالة واظاهرة وعام وخاص دليل كسيد
وجه الدليل بعد عدين سحدي سبعد عدين إنه محكم يوسوين ولا نسخين بعد عدين إن وحبو معارض إنه صلاهين مقاومة عدين كده وحلو لي هذا الشيخ علمنا بهذا السيدان تري هوش أيضا مركو حين نقول إذا وحنا كبقية إن عرك الذين كجل جراعه إيه لقى حين نار لقى كين هوش هذا لسك إلالي مركل الشيخ وحوله إن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمن إلا بالكتاب والسنة ما يراها الله يسكوها أيه وحان كتاب والسنة كأهن ومضلوا وما كالسار وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله هذه الله دون أهلا كلام مسكح بادنا هذا ونن حيوه مطور وإن باصارنا وحاسه الشيغان أيه عقلي بكو عطين كرائن وسحيا مثلا أنا أقول أنت إذا يرتع أن الله فرد يا سوما عقلي إنك لو وضع محاينك لو وضعي عقلي هو إذا لا أتبان كله موقت إذا بقول شكتان كله عقلي فونتا وضعتا لكن محلوك لبح إلهي بايدي رسولك بايد عليه الصلاة والسلام وحول محلو دي إن عقل الله لابت وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله وحيلي محيي إلي أود الجراد يا جراشي إلهي مدسية ويكلا تقسنت ويكلا دوانت إن بظن وح باطل وح بكجر يا بعقل لما وداه صمال ويتقن وحده وحده كلق من هي نمبو لق اللعسية صدرت ضدك إسهاي استلقوا مكلا ساري كرو روح ولاد معينة وركي شيخ بل وركي أما فهم كيسة وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى تاسا أمد لو كلا ساري كرا إذن تاسا وأساسيات مقدمة مركة صدحات مسألة مهمة وأندك دقي أي الناس أكفاء في موارد النزاع وأصل من أصول الفقه أصل من أصول العلم الشرعي محلوك جيدا ضدكو ويسود لقمان مسائل كالسكو هاي الناس وأكفاو في موارد النزاع صحابة ننكو أغو يرى ننكو أغو الإسلامي أبو بكر ابن عباس يا أبو بكر دي مسائل اسكو قبطان كنتا غيرنا يجي جوابا أبو بكر ويلك إسلام كما ويلك يرك يدى مكونا بيقول دمان هيا بأنقان جارنا حقا دو وضال هاو شاسا لغها الله الناس وأكفاء وإسكدك وإسكفع وإسكدك وإسقيان في موارد النزاع مثال كالإسكو هاي هذي تابعي إسقبتان مهاجر وين أبدر يا كورم ديل كالو كالسارية وذا دي أوصفينها وارد ويد لقبيستي إيه مفتيق أمضى صمادي سفودي إسقليان محل دي قوليه رمدوك بايدا كفي عنا وإلى أرضي أرضي كقفتا شي علي مجرتيني شي عبد الرحمن قوري وقوليه وآد بالله يا دايما وقتا وحن بحق اللور إذا كدي بطي صورة أفتونا قوليك الوضع أنا شيء نبالغ صوتورة المهم وذا لبو وذا ذو أقوام بدا إيا ننحو معلنا أو كتاب حلقة قوة الديري من الله سبحانه لقيا إيا مسلوين اسكو قفت مركب عمد مركي فهمي وذاتها كي قرر لمحيلة هذه أرضي أرضي هلقا قبطي دين ولا بو ذات ومكالي تشيدة سيدة سكرا لقربة مسألة مرها الدين لبو ذات فود إسقاليان كودة أوين كودة أوير ويكس ميهن مسائل كاللسكو هايو نين والبوح وقر كلها هاي دليلك يا أود قر كمالها إنو وين هاي إنه يريدو برتا تشوكتو إنو سيدي تجيريا كان أويا ويلي رو مليا وهذا صوك عاي وحركة لسارة ديننا نقونية وحجدة إيا قرطة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وقد يدى كليه وإذا قيل أنت أعلم أم الإمام الفلاني مثلو كهل ليال لقود قال لما يوفقاء أفرق قلب بعيد كانت هذه معارضة فاسدة بوري هدي اللي إذا هذا بوري هبلو من إمامك هبل أهابت كأقوم بلانطة حقي إله يدك خيرك كأغفر دي وكأغفر أي مثل الشيطان بكوك عن هذه وحول ومعارضة فاسدة ودليل كي يقرت أولا اللي حيو لقوله ريما دو حنقرها لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة
وذات والباء ومسألة خلافها كهالي وذات كلهم باخلاف سن مركا كذا ما حوجة كدقي كان أنا بضة قدري وحرف كما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في من بعض عفوا فكذلك موارد النزاع بين الأئمة حرف الصحابة أيوة كالأقوم بدن كلا الدأب بدن كخبر بدن ما كإسقابتان وإن ماشي إسكو خلافان دليلكم لو كلا صار سدوا كلا علومنا دأي علم من الله ما إيجي ماشان لقاها اللي يا دليلك تاجرية يا آيات الله سعوتا يا حديثك أوهي اللي يا كس أصوش الشريعة وافقسان أيا لقاها اللي مقدمة إنه أساسي على قبر موسون على قبر بادو هبل هبل عمر دقمي هاد محمد شكيني تاور عامو هذه معارضة فاسدة قاعد مركوا الناس هو أكفاء في موارد النزاع يعني الوخل ضمين مقدمة أفراد وحنقدر إن شرط الاستشهاد بأقوال العلماء ومحي صحتها وموافقتها للشرع شرط إذا مركز وذات وركيسة المخاتي قشن أما أطفالك كبو حسن وذات وركي لبقوا ضبا شرطها يعني. لبا شيء أساسية وذات كوركة وإنه كسوغان يهي محايا إلى العلماء بضنبا وحلو تيريا وحي سنقبين كتب بضنو يألفين بالغدرة وحي سيقو الشغل كلها ويكتين الإمام الغزالي كتبتي سوحيا بالغدرة مسائل أسوق ضد كتكفيري وقال لما كتبتي أيا كتاب ليلة دحق لي شغل سنين متمي كتبتي سوح بضن بالغ لي الإمام ابن عبد الهادي باكا قورا من العقود الدرية في مناقب ابن تيمية وأكتي وذات كوركا لو تيري إنه كسوغن وين أذكوه بس وقلب أساسية مخطوطات بضنبال تحريفية نساخ ذا وخربة وهما أو تعمدا قليها وحطابعي محققين توح بدن بدلا كل إن وثائق وحنشيغي عضين بنو كيني كرا وين أذكوه بس وركا وذاتكم مكسوغن لابو وركا وذاتكم موافق سنيا شرعي لا وضع هدان لهيلين وام حي دولتك وحج النقضي وي دولتك وحج النقضي ودولتك وركاس وينو كسوغن يهي سدو كلا وركيس وينو وافقسن يا وكبغن يهي شريعة لا وضع قود هدان لهيلين لما اوغلو ان ودات وركي مخرات غشد اما لسو دليشد اما اما لما مخرات غشد مركو كاد شغل الاسلام من تيم ايات واطيعوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وحيد فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم الهي مدهم بوري بل جعل طاعه اولي الامر داخله في طاعه الرسول وطاعه الرسول طاعه لله واعاد الفعل في طاعه الرسول دون طاعه اولي الامر فان من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بامر ان ينظر هل امر الله هل امر الله بها ام لا مهم جدا وي شيخ حولي هي نبي هدو كفره ما بنان انها تكتب بلو كادي نبي هو شو كفر الهي ما كفري لما اقوله امرك الهي امرك الرسول كوا واسمين حق حجيس يقدق 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 تانك الا قدقمه وكسمين ما هي الى امرك الهي كوسو قدبيي سبحانه عليه الصلاة والسلام كيسي إن لقاتنا الله كفر أمري أو كفري ما يطع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أساسيات كدين تنوي لكن وذات كمحل غيري وحور بخلاف أولي الأمر بخلاف وذاتها يبقوا الرضا يعلمدوا هوشا وكدوين أمرك إلهي كالرسول كاللمد ماءها فإنهم قد يأمرون بمعصية الله ويتكو حلقيا با إنهم معصية كفر با حاران حلالي بلاي كوسي دايو فليس كل من أطاعهم مطيعا لله بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وقصب إن أدعوه بزو وذات كوحو كفريو مطاع إله با مسوى معصيه وينظر هل أمر الله به أم لا وحكى والله في رم وذات كوركيز إله مفري مس إله مفر سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله لله
إذا وحل إلى نوام حي مرجعيه وينه الله يرسلك زين نقضه وذات كورك سنة لا يسكه بيوين وشرع وافق سنياه لا يسكه بيوين وكسوغانياه الإمام أبو الفرج المجوزي هذا اللقي نبضر حكم يقول كتاب التلبيسك يا سيد الخاطر با وحكمه هذا الذي سوى علم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال حول قول يوالبا أروالبا يمذهبالبا وذلك قلب قد كوين أيقو إجعليهين وركيس وعلم تابتان وعلم أقماران ووحلق ما الشيقان نقوام إله ديرتي بان محاجرة هذا الإبن تيمية لقصو قريب وضريب كله ما إله ديرتي بان عي مثل حسابك لأن عي وركاز نقاس وباطل وركيس بدعو كجرة بدعو كجرة وركاز وحوري ابن الجوزي وهذا عين الضلال أبو الفرج عبد الرحمن وهذا عين الضلال لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل ورك وذاتك الشيغي إن بالله في رين حجديسة سقنانشيهيسة شرع أنتو كاقوا فقصين ينو قرى مرسية مركة لو حول وإنما الطريق طريق السلف فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئا في الأصول فتقلده فيه ولو سمعت عن أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه فلو قدرنا صحته عنه فإنه لا يقلد في الأصول لا أبو بكر ولا عمر فهذا أصل يجب البناء عليه فلا يهولنك ذكر معظم في النفوس وكان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم وإنما أدخل أقوام فيه ما تأذينا به بول وركيس هذا فيري وحولي هاي هذا سكاك إلى ليبول مركا إن نين لو وين يوركي أتوضب اللقضه سمع الله على قش جاري دي جيران إلهي معها يبيوب اللعاب ده مربردنا توضب الله اللقى زاهد صاصيد برماي مله بردها ضف فرطه جذي سعيان بتكو أركي كركو كقر حسنية كركو مرق قر حسن وي بقى صوقه سطام بقى أتكقاته هذا قع كسيس صوقه حسن وحبك سبده عيان دولة هي قال يوم ويدح فرديار هذه لكن مركه روق روحسنا أفقه كتورته وحميش كجرة هي برده واسل روجلاي بريس يسوقن بس لنا نقول لهاي لكن مركه ثابت ما وده وانك توطوري والله با ما قطع كسي سوى توريس إلهينا يبيب اللعب هذا وحبال الله ما قط قدوه لما إيو لماذا من اللمي إلى هذا إلهي أمر كيس على الرأس العام بالوقات هذا ربكم فانسي حكمة سنة وآخرة ديك لنا ساسا لقو الدعية marka wuxuu yiri hadaad maqasho wadaad war laga soo guuriyay wadaadka warkiisoo khilaafsan usuusha sharciiga waxa tiraada bidu wadaad ka soo guuriyay ba khaldamay dhab tabcada khaldan dhe nuskhada muharrafa dhe wadaadka ka wariyay ba ya antaraay dhe wadaadka kulli hawsh maxay yelee imaamka waxaan ognaa imaam fiican buu ahaa diintana jicil waxan baatilka ee sharciyada khilaafsan asagu lama iimaanin xirti ba ku khaldantay سيحف حب وحوجا فهمين كتاب كبا وحلا رح جليي هل كان لا أدبور هدان كبا الصوقا نوركا وذات كونه كسوجين هينا دينة إلهي أصوش هذا إن لقوم التقليدي بقول راعي ماي بناء مخلدمه وإلهي وذات كوا خلدم كرا أو بكر يغير كبا واسدة فهذا أصل يجب البناء عليه أو شاقو إنه حلقو دسه وأصل مهم وأساسي وين إذا أيدتكم هبل وينيان يس كلتكن وكهر وسنب صدق طبعا شو بابي دون تاي مقصود كأنه هلا يحاول يام إن دعاته دين تا يدو أيضا أصل وين في يوبيت ويبت قبتي ضد با وإحنا اللي بيكون ضريب كور ضد خلدمي أما دنا جار له يا كدر أقوالي مسائل فاسدة أن كل مدني وكذبنا أن كقاضني هرجب يا أن كقاضني كذا عيوح لجرنوه هدي لكن لقد دين لها وإحنا لقط طوري أيضا وين في يود ويبت قبته ابن قيم بأرك أسكاه الله وحوليه فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغت مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له وفرساد ابن قيم حكوليه ننك إلهي قلبك إيماني الديني أقوانك ليه وحال لغربا مركا ويرد أي سوغا دي قول
ضعيف فما كان شرع الله فيري وذاتنا لقى سوقوري هرتبر وداسي ضعيف هذا وشيجين نين وذاتك تقليدني شبس كقدر هذا الشيء وهذا هو بسطين وذاتك كسوقنته هذا هو بسون ويدنا هأقبلنا هذا هو شبس كقدر محايا إلى بر إم بضم بع علوم مسنتو حلقة سوقوري وحنصل له هاي أما هالقول بين أبورتو أما كتبته هذا هالقول دارو أما وذاتك أكو خلدمو إسك إلى لبوري إعلام كوشا كجاه الله خلاصة هذا الكاسي محيون نقضي أنسوق بق مقدمات كأفرت أمشنتا ومحي خلاف والبا وإن لعلي كتاب كإلهي إيه سنة إيسى عليه الصلاة والسلام ور والبا وذات لقسو قورينا وإن مركه هور الله بصده إنو كسو غن يهي مرك الله بادنا الله بيو إن وركاس وافق سن يهي شريعة إلهي قضب كم أساسي جاء وحال لم يدل لبا مقدمة وأنا أساسي وتفهم إن أفهمت أنا أساسي تاعي شريعة وح الله تيرنا يو شريعة وح الله لبا قضب الله شرطية لبا قضب الله شرطية نبا حكود سدا سدا حديث باسوق هاي آيات باسوق إذا سدا سانقبا نين كان معناها أي حكم كوشيء يو لبا قضب أساسي أن لقها قضب ككوبات معناها أصدق أو نين كوشيء مكال ميزان لصارو وأنه يهي معنى أقل ما هي عنما كره الدين الإسلام شريعة أنه وحي أقبل كرته وإلهي وإلهي أمده أجدين كره ورسولك أمده أسوء قرسين كره حكم معناها نقون كره وأنه يوحي وذاتك الشيغي معناها أو شيغينا وحاكله شرطة إن شريعة لفظ كمدة أغطسه كتاب ديل لفظ كيمد سنة لفظ كيمد ابن تيمية قضية داك الله وحوري ومعلوم أن حمل كلام الله ورسوله على معنى من المعاني لابد فيه من شيئين من مقدمتين بملك الكجر هذا أحدهما أن يكون ذلك المعنى حقا في دين الإسلام يصلح إخبار الرسول عنه معناها أي حكم هدوك يجر هذا وذات مثلا معناها وذات كوشيغي والشريعة أطيرين وإنو يهي شيء شرعي أي صورة قلتها إنو جدي وإلهي رسولك زي أي جدي هدو مثلا وداد كويدا هذا آيات يا حديث بانو هيا أورانيا نينك إلهي غيرك يا عابد يا لاتي عزي سنم عابدة مودا هيانا إنو أسو إسلا سحين يا هاي سيدا هدو كل انت وأهل الجنة ما حد كلا هذا معناها صار لقوا آيات باشيغي سال لقوا حديث باشيغي وآيات باشيغي سا هي نينك إلهي غيرك يا عابدة أصنام تأي ضبابك يا قرحة يا جيدها عابدة حق الناسو إسلام موده ينو إسلام سحان يوقو من قورت أغجره سيدا هدو كل انتو وآلو جن معناها ميان حال ليدي ما أقبالي كرتا إن إلهي جدي هوشا يدا رسول كن الدين كردقو ودعوة الأنبياء من أبينا آدم إلى محمد لا خلاف يعني معناها لغوشي الدين كاللو تيرين وإنو يهي معنى إيه حكم شريعة أي كصورة قلتها إن يحق دكتور السكت قضب كلا بعض عروة الثاني أن يكون قد دل عليه بالنص اللفظ يدل عليه دلالة لفظ على معناه معناها اللفظ الكويس وأن ليداد هذا اللفظ كتوس كيد آيات توس حديث كتوس ليداد إجماع كيد معناه مركر وينه معقول هاي مدى إن لوجي ده اللب وإن دي الخاصة أو توس اللفظ ده آن وتوس اللعب قاعدة وقاعدة أساسا شرع هذا سير الله إلى ليه لو كان بتبادل قبل قبله علي بن عبد الهادي وحيد وما تحلى طالب العلم أحسن من الإنصاف وترك التعصب أرضي وحو اللبس كدكتو وكدكتو هو كدكتو يدر وحكونا أكسن مجر إنو قرصور الضوض إي حكمك كقرصور إي نقاشك تعصب كإي ننش عليس أنا أكتغو إنتا سوى أساسياتك أنو سودوغو وقتكو إسك قبا قبا مسالة دي أنو قول لها سيد أنا أقول لها ومقدمة اللحادة أما الشنادة تاريخ الإسلام في شرق إفريقيا كيس كأفريقيا أما بريق أفريقيا با إسلام كحلق سوق قاري وحير أنكر له وأما سلام ربي حلق قونين أنكه الله رقنا أنو بلانسانا إن شاء الله تعالى لكن هذا وحير وديك توجين أنكرها يا إن شاء الله وحير وحوي
مؤرخين المسلمين عربيد يكون عرب تأينبا وحسكوا فقسين ويسكر عن بلا خلاف بينهم إسلام صحيح إنه سوق على برج أفريقيا قرنج كوبات قرنج كوبات إنه سوق على نينك أوب بضم بقرنج اللباد بلوغي سجار سيني قول كادم بقرنج اللباد بلوغي سجار سيني ينمن باتوري وأرانا يا فافيد بلانيت بوكه الله يا مويني إسلام كأساس كيس صحيح حسوق على جيس كأفريقيا إثيوبيا إريتريا جيبوتي صوماليا حسوق على قرن الكوباد الهجرة ده كده بحيسكم ما نعرفين إن لحديده سنة كوهاي حلقوها شن قول بحيسكم ما نعرفين قول كوباد وحوليها إسلام كحسوق على برج أفريقيا حلقوا النبي كنا عليه الصلاة والسلام في مكة أو كنورا سيكون سوغاري صحابة سوه جروتي اكسو عرّي مكة اياه وحي بدا كسو طلابين مرين كباب المندب لو يقان او توس مكة لغو صوب يمن واتقان هادي باب المندب مكة لغو سو طلابو توس وحا لغو سو دعايا تاغور جبوت بدا مانيس ميش اوغو توسا ايدون تكرد قضا مندب اي توس اوغو حرطوا واجبوتوي جبوتي بي كهوليلين كدبنا تكري قبل كذا يتجني قلم قبل كتكريجا ومرك أحمد النجاش أوجوجي أصحاب النك اللي يقان وحين هجود بين حب تطاقور اللي يقان وهذا جبوت كتالو تقادا كدبنا وحي كنا استين مدة بل مجال اللي يقان مصدر وهذا كتالا قبل كعفرت قبل كعفرت كتالا وحين كسر جدا مجال مصدر حكوب بيجان تدان تكلي بضم مكلا في ريح ديد مجال اللي يقان يا ضد قرنيسان كدبنا وحين مرين أولك الصومالية عفر بيسيملان إلى أتقين أحمد النجاشي مركي سون نقون هينا طريق بيسومرين سحابي الدين إله اللو فيتي واللو دبي واللو أهجرو ذي وبقول لنا ما كبضان با عما سيديتني الدورة سي سعود يسو سعود مدوين طمان سنة كدو نقولك هاتشو غي إسلام كما أشنكو أدن باي آيم سوى يفافيان بيقولتا يدو نبي قد يكسو قارن يا إقاضو إمغان قادة سان دينك إلهي أقارسي أمضاها لأن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي بلغوا عني ولو آية صحابة سينوقت كودي يسو سعود كودي با بارغ أفريكا إسلام كبرتاس وكاري وحينا بارغ أفريكا إسلامي إليهم وذا دهاز وانا سيد اللو بدن يا أي أي إسلامين بارغ أفريكا لغا إسلامي مدينة لغا إسلامي ونبي ولي أفرديو مكاو سنهجروني رأيه ولاده بدنه عربيت يكوى أفريكار يكوى عاجبة يكوى صوماليا تاجري رأيه قال بعد وحولي هاي برجع أفريقيا وإسلام كصحيح السوق قال يدعوة توحيدية لواتنك السنة أهريس إسلامك في العقدين الأولين لواتنك السنة أهريس لقصوا بلا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتحديد وحيد أن معلمه اللي فرنا العراق هي الشام هي فارس والله واتنك سنة أهرز خلافة سيدنا عمر ويتقرن زمان مليا حل قاس أيال الله فرطبي لي أي حل قاس الإسلام كسوق جاري برجع أفريقيا وحنا كسوق جاري هجروا أي مسلمين ريبني مخزومة سوجروا ذي وذا الأورنجر ود ابن هشام وريبني مخزوم أها هي جماعة لسعوتي أو مهاجرة قرن قال باتنا ذي هجرة أيا برجع أفريقيا يميت كدي من أيها دين تفافي وأنا كتر من أمن كنا الصومالية وحاجة وقليل هذا ربنا مخزون برنا لا سعودة وشاء أيضا تاريخ وحي الشيء سميش وذات كأي مجتمع عليه لسعوتي الدقين كأف باللابين أي تايم مقالة اللي يقال نزيلة ثم تقانان حيب تهدى كدى لقبل كأوضل إيه وقوي وقوي الصومالية سو أوضل ما نميش كدى لي سو أخل دي وإذن كاسا أوضل كوحك السجيدة مقع عدل ليرادو إمارة عدل بالورنجري إمارة وينو قوبتا كنت الله مسلمة أهيدو خليفة إن أمير مسلمة يعلم يفقه مجاهدين يفقه حنفي فردي يجرين أي مقع إلا بدلي عدل عرف عربي وعين يدالي اللام بوها محلو بدلي أوضل مقع حلقة سجيدة وأنا ماشي زيلع كنت الله أقاسي أنجرت
طائفه عربيه ريب بني مخزومه سو هجروتي با قرنغي لباتناد هجرده دحديسي صوماليا ايتوبيا جيبوتي اسلام كو فافيساي ودا اورنلي لباتنك عفوا لباتنك سنه اوريس رايه مهم ايا جرا او كهوره اي كوباد اه او ايغو waxay leeyihiin راي ميدكو كوباد كميدا waxay leeyihiin صحابه markay ايغو ka yimaadeen باب المندب او دولكان مارين dad badan maysan la kulmin dad muhaajiriin iska socda oo martay oo magan ay iska ahay ee markay Zaylac yimaadeen markay yimaadeen ii sheeg ee Najash ay u yimaadeen ay yimaadeen gobolka Tigreega ayaa nin la yiraahdo Ibrahim al-Muwahhid Ibrahim al-Muwahhid oo Soomaaliya oo ganacsada aha oo reer Zaylac ba ka tagay Zaylac kadibna wuxuu tagay Tigre saxaabadii buu u tagay wuu islaamay xiruu buu noqday diintii buu bartay wuu soo noqday islaamka Soomaaliya wuxuu kaga faafay aan tariiqi marxuum Ibrahim al-Muwahhid az-Zaylaci at-tajir as-Soomaali niman qaabkaas u dhigeen waa raayiga hore ama saxaaba ha faafiyeen ama ganacsato u tagtay diinka ka soo qaaday muhiimad waxa weeye Nabi Maxamed oo Makka ka hijroonin ayaa islaamku gaaray bariga bariga Afrika waa raayiga hore qolka raayiga labaadna waa soo sheegay ki saddexaad waxay wadaadaha ay u leeyihiin bariga Afrika islaamku wuxuu soo gaaray oo ku biya dhigay xilligi dawlad umawiya horaantii asaaskii dawlad umawiya afartameeyadii wixii ka dambeeyay hijrada waxayna leeyihiin qayb ka mid ah wadaadahaas Cabdulmalik Muran muko asuu amirka ahaa ayuu soo diray ciidan ballaaran hijradu ay ahay 75 hijrada 75 hijrada wuxuuna u soo diray daanta Afrika ee xagga badda ah waxaana ciidanka hoggaaminay nin la yiraahdo Amir Muusa ibn Zubayr al-Qathami oo ummada diinka ugu yeeray oo dadkii bariga Afrika deganaa markii ciidankan oo socdo diyaarsan oo carabeed la arkay looxdii madax saad waxay diintaan la baray dagaal diyaar oo ma neeni dagaal diyaar oo ma neeni diintaan la baro kadibna tawxiidka baa ku faafay islaamka baa ku faafay xeebta marka bilaadan xeebta oo dhan laga soo bilaabay Jabuuti ilaa laga yimaado Bambasa Bambasa laga yimaado ilaa Kilwa la gaaro Tanzania wad garanaysaan xeebtaas oo dhan boo islaamku marka ku faafay kadib wuxuu uga tagay markuu aaday islaamka dadka islaamay ila meeshii ghanimo iyo jihad meeshii ma yaalay macallimiin iyo wadaado iyo masaxif oo kamid yahay masxaf Uthmaana iyo uga tagay xamladii asagu uu waday wuxuu soo gaaray Muqdisho wuxuu soo gaaray Kilwa kadibna inta aan islaamin wuxuu ku faradiyay inay kharaaj bixiyaan ama jizya bixiyaan wuxuu ka dhisay Banaadir gobolka Banaadir loo yaqaan saldhig weyn buu ka dhisay ilaa dawladda reer Banaadir la dumiyay saas ay u shaahayd xeebaha Soomaaliya ilaa Afrika oo dhan waxay ka marqadanayeen dawladda reer Banaadir kharaajka iyo zakada halkaas looga diri jiray waxaa la sheegay xamladaas waxaa la socday wiil uu dhalay Cabdulmalik oo Xamse loo oran jiray magaalooyinka waaga asaaseen waxaa lagu tiriyaa taariikh ahaan Muqdisho iyo Baraawe iyo Markay Kismaayo afartan magaalo waa magaalooyin qadiimi ah Muqdisho waxaa ku yaala masaajid athari ah oo waagi dambe la qodo leelay oo la dhisay 75 hijrada mid waxaa jiri jiray 145 la dhisay Zaylac waxaa ku ol jiray wad ugu baa masjid loo yaqaan masjid qiblatayn masjid qiblatayn loo oran jiray hadda baabay oo markii loo tukan jiray Baytul Maqdis qibla kulaha waagi dambe la bedelayna ee loo tukaday Makkana qibla kulaha loo bixiyay marka masjid qiblatayn marka islaamka bariga afrika waa islaam qadiima qidam al-islaam taariikh ahaan qowlka afraad wuxuu oranaya waa qowlka u dambeeya ee qowlka oo ki saddexad ku xigan u jeeda afwan wuxuu oranaya islaamku waa hor soo gaaray bariga afrika mana xadidi karo laakiin xilli uu ku biyo dhigay si fiican u baahay ee uu caan baxay waxay ahayd 122 hijrada 122 hijrada oo goormu waa maxay waxaa soo jiray buu leeyahay qoliyo Zaydiyiin ah oo Shiica ah oo qoliyo reer Banu Yusuf jistee ama reer Bani Abbas ay heshiin waaye si kastaba noqotay taayifa Zaydiya ah oo Zayd ibn Cali ciidankiisi ah ayaa markii asagii Zayd dhintay ama la dilay soo jiray Soomaaliya yimid
مقالي أهري سي أساسين مقدشة يهيد بالي لده ومقعد الشيوخ با أصل لغا كينيو مي ومقعد الشهن نفاري ميولو فريستي والا شاشا قول نوتا مي وعوي أدو طائف لا صم ميشا تيميد أيا إسلام كفافي وحامضان إلا مدو بريغاس أفريكا طوائفتي مذاهب الصومري والله يابي ومع ذلك مذهبا شافعهن أما أن سنن وكبير دقواي تضبط دولدود باك هجري جري قرنقي تضبط هجري ذا إلى قرنقي طبنا ذا هجري ذا تضبط دولدود لح دولدود حنفية هاي حق فقية هل إمارة شافعية هاي كل قد ويباب وحكا صهري شافعية كصهري زيلع مدير زيلع إمارات كجرت أول الإمارات كل حق بطنيد حنفية هاي وذلك نصب الرأي إسكالا كمدة وفقيه فدية أهمش إنتو كتك مصر تكسر نقول شري ولب إنتو تجسوق فقيه ومحدث يوم ريم مصر إيه مسلمين ممالك تلوك هاي استيعكوري قبل كان هلا بتباديو تطبق إمارات النهاي أحمر هذا فرد لما قال النفط النوك أنتي وحنا نوقف إذا استئنا قيب صناعي تطبق النوك الجبين نقول بوست كشو كان صدان مالن كيس وانا كل يبي كوكو صدار مركه واحد يلي زان نمديا سكايا كينا كدي من عن سكع عبنا قال هذا قولي أنا أحمر هذا قال هذا مسلمين تكمل الله يه تاريخ دوري قديم كوي أجيه قرنك تضباط هجرة السدي أقيب صناعي مسلمين تبرق أفريقيا يهدو أقيبية الصومالي هدو أقتين تلو أقيبي لح إمارة هدى مرينا لح إمارة محاد من تيئنا وان أساسي لهين بني وتضباط آي لح إمارة تضباط آي تضباط كل وحي كأمر قادان هاي ينسي توس أما أن توس آيين بقر ك حبشي قال ك إفديا أقسم أما تكره إفديا طريقة ذي بيوذان مركل وق قيبي كذب يأود ذو باب بعضا ولا تنازع فتفشلوا وتدبر يحكم أنت هذا مديسن تاي هل تاي ولي قال لكم تشبيه من قيم حرف الدواء والدواء طريق سلام قديم فريبور ولي قد مسلمين تلامت تشبيه نبور أيقون مديسن في التاريخ وليجد نكسو الدولي أما إفود إزجليين في التاريخ يوم ذي سموسن شبين نبول وحيد شبان ولا شبيا مركه لقيبيو كآخر يا دوا دوا تاريخ لقيا نوي وذا دي أندلس آفدي ضوائفته أندلس مزني كوبا باي مك كور رميين سبب كبابية وحيدا وتفرقهم واختلافه هذا وحيد بابين معي تفرق اختلاف كاسوي المهم أنت أنس كجت تجي قوليها زيدية ذا ما يسكون بيدين الصومالي وابابين شيعية تقنين ولي واحد مو يسمى ما يا الصومالي ذا قيبة كم ذا إن بدعة النواصب بدعة النصب يسوق قاردي بدعة النصب يسوق قاردي ووحي حنبه وحي كوخر القصدان سيدنا علي علي قردرن علي أرائي صو ذا علي قام بوذان مركان وحان سيري قولي النعب علي أو نواصب أما الصومالي واي مادين وين قطعن مهما يار وحول بوحم بعلي لو ترني وحاكل ورن دعي كرته قيب رافضة إن يمادين أو هذه يقول حركة زائن وحيابها اللعب صغير كالقو القبصة أمنا عايش وعاش قرطه بالولاية وحيابها مركب ميل إن يكسر جدا ودعي كرته لكن رأي مثلا شافعي كاي وكبي دي هو الصومالي سكستوا النقط قوليها مركي أساسين مقدش يمادين وكد دقائق أساس والله الشيء كدي من الضعيفة كم إذا تكتو زي لعبي يقول أساسين المهم مرك الله صو أروري أفر تا قول قول كفر عماد جرو أورانا يا مرك الله صو أروري حلو قدون هاي يمادي حلو بندي رد إسلام كي استكتب بارك أفريكا إسلام كبي دي أود أي شيء وحي أهيد بيدهان قرنقي لباب لحديثي بيليهين وأبو جعفر المسور حلقي سعباسيين تي أيا عيدا علوس أصدر بارق أفريكا خاصة جيسك أفريكا أيقو الدون إينا يكتليان ويقارا ميل والبيو ريبن وما يتشوغي كدبنا سفير كاللو دورتين وهو شهو قامي بارق أفريكا أوتغا ميل والبيو مويون تابتين أو صوت تابتو وحوها القائد يحيى بن عمر العنزين الأورنجري
أساسيات كاس شنطة قول با كجر تحلق أوسو غاري إسلام كصحيحة بريغة أفريكا سو أروري وامحاي وحالسكو وافقسن يهاي إسلام كو إنو سو غاري سوماليا قرنق كوباد هجرة وحالسكو ما نرافة وحلقو ظاهري وحلو كسيد عليي يأسوق أود ويشي يوحي قالها وكاد كاد انت اسمرك واساسيات نوح خلاف سنه وقمان وسنجرين نسيب وناك قولي انا هذا تكفير كا ان ربو انا نوح يا بكتا تابتو انت وامن ويامن سي بل وداد كود الزعيم كو محمود عثمان وحولي هاي لقصوا بالله بقرني كوبات الى قرني السيد حيطب نادي هجردو بريغا افريقيا دوك جوج مسلمين بيا هاي بوليه gormay ridoobeen buruudiinta ka baxeen kulood gaaloobeen Soomaaliya iyo Itoobiya iyo macal ii sheeg macaan guudada midka jeejdiyo jooga ama Jakarta jooga ee Indonesianka kulli waxay ridoobeen buruudiinta ka baxeen gaaloobeen markii reer Yurub intay soo duuleen wadamada Islaamka ay qabsadeen Faransiisku iyo Talyaanigu iyo Ingiriisku markay soo duuleen oo ay wadamaha qabsadeen ummaduna ay u hoggaansantay oo iska dhicin waayeen oo ay beero iska fasheen markaas ay gaaloobeen buur kulligood nafaran laga reebay maayo allahumma ninki anaga aan ka saxno qodobada aan tii ka saaramooye wuxuu aaminsan yahay marka 13 qarni in dadka inay ahaayeen muslimiin god fiican marka noogu jira god fiican ayuu noo galay wuxuu waayay dhijir raxmarku ma galba god ugu dhac garoon iyo garamii waa waxay dhijiray المهم وين كاسا أول شيء ناد فانتين بنو ملاينية وحنقول بيا مركا أصول أساسية أو كسابسا قوليه أنا واقعني غلادة أما تكفيرك عاوة أنت يعني كاس وقت غيرك يا هبين تنبي أدو بس كجب جب يا هبين تنبي يعني سكود ديا إن من كا إن التكفير يهين إن عن سيف يعني إذا كعدي يا أمة دمشي كتاجينه iyo in badan wax laga maqli jirtay nimanka waa daa'ifa meel khawarij al-akhnasiyya aw al-bayhasiyya maxayna ku niri maxaa sabab ka dhaxeeya inaan insha Allah ta'ala habeen dambe aan fafaay misaaw inta basan iskaga istaaga misaal qodob baan raaciye hal qodob yar aan raaciye insha Allah ta'ala usul asasiyya fi radd al-ghuwat hay dambe is waxa aan iga sheegay inaa walaa dib baan yar dhiganaya asalka koobaad ee ka duuleysan waxa weeye من أصول الشريعة الإسلامية الحكم بالإسلام لمن أظهر الإسلام ومن أصول الدين حتى يظهر منه ما يناقض الإسلام أو ينافيه لأن الحكم بالإسلام فيه دليلان ظاهر وأصل روح والبو إسلام موجستي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلي شعائر الإسلام كان أي كم وقاته أصل وحاوي إن إسلام الله حكمه إلى أن كؤرقنا قالنمو ساسان كو ودينا روحا اسغا اسلامنمدا موجيستو ان اسلامنم لو حكومه لبا دليل با توساي دبيين فروين با وخ لوغو دغا با لي لبا دليل دليل وا اصل منا وا ظاهر اصل ما حنا اوغ جيدنا وحنا اوغ جيدنا بنا ادم كيا بشر كوا هو اصل التوحيد والايمان بنا ادم يا بشر او دنبا وحا ادونكا كو نولو دن أصل قد محيك سجيدان كان ناس أمة واحدة هوصية تفسيرك كآخرية أمة ابن آدم كبشر كا نبي الله آدم إلى نبي الله نوح كن كاسنو على التوحيد والإسلام بيهي شرك طارئ يمد أنبياء إله صدري رسول با إله صدري نوح كب اللوضة إلى نبي الله محمد مركا الأصل في البشرية وامحي والتوحيد والإسلام آدم نولي بن آدم وحا أصل التوحيد والإسلام أصل وحا اللي هذا أصول كواتقا وما ما سبق في الوجود الحسي أو الحكمي با أصل اللي هذا كريتانك حكمي أما حسي وحي كهري با أصل اللي هذا إذن إسلام يقالي ما يهري يرت إسلام يتوحيد بهري الأصل في البشرية والتوحيد والإسلام سأسأل لغة جيدا ظاهر كم حان لغة جيدنا وأوحي موجي صني وذاتك أو عبدي تاغن بو حاتري ومسلم تصال الأوجة ذا نين تاغن معها
farta qolya wada fiiriyey meesh marka wadaadka waxa tiri waa muslim maxaa u dayla lagu yiri waxa tiri horta asal binaadanku muslimiin weey labo islaam buu muujisanaya miyaa laga dhaqaajin karaa labada qod wari ah ka dhaqaaqin فقم مقام المنع بوري شوكان حتى يزحزحك الدليل ديدي سو استاك بوري الى دليل كار دقاجي وحوا واجب ديدا دبوري الى اياده لو كينو وا حارن ككعبا لو دبور الى حديث لو ديبي اده ادغو ماي كو ديبي بوري ما اوغلي ماي كو ديبي ديدا اسكا دبور الى او دليل كار دقاجي الى فانتي منو ملاي ila marka ninkaasi oo abdi agaalnimo lagu xaqiijiyo maxaa leedahay bini aadam waxa lagu ogaa inay ahlu tawxiid yihiin waxa kala hada iga muuqata in uu ashahaadan hayo tawxiid sareeyo gaalnimo ka muuqata iga tusbaan kule aw xaqiiq kaga taala wiilku kuda saramkan uu sujuuday maqraatiyashada waa ka asagay baa qirnay bayna sharciye qodobka inaad fahantay mar umalay xadiidki jibriil dheera markuu jibriil weydiiyey nabiga mal islaam wuxuu ku yiri anta shada an laa ilaaha illallah wa anna muhammadur rasuulullah oo salaada oogto oo zakada bixis markuu uu dhameeyay buu yiri jibriil muxuu yiri fa idaa facaltu dalika fa ana muslim ufir su'aash inta hadaan la imaado muxammadu ma muslim baana calayhi salaatu wasalaam مركز سوري قال نعم فقال الرجل صدقت يا اسكو وافقي روحي اسلام من موجست يا اسكو وافقي رسول رب العالمين وملك يا رسول رب العالمين الى البشر يا نبي محمد هذا توحيد ستو وشعارت التي ما دو مسلم ميانا ها مسلم باتا جبل حور رم بات شكت اصل كهرب بشريه انا كو كل مولود يولد على الفطرة وينهى بين ذنب إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.